السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض فري اوتوديسك فيور، وده امكانية ان انت تفتح ملفات الدي دبليو جي وملفات الريفت واغلب الملفات اللي موجودة تقدر تفتحها اونلاين من غير ما تطلب اي برامج خالص، وفي برامج مجانية يعني مش هتدفع فلوس. طيب اول حاجة بنلاقيها عندنا اللي هو اوتوديسك فيور، تمام، وده شفناه كذا مرة في بماربيا. تقدر ترفع الملفات اللي انت عايزها وتقدر تشوفها على الكلاود. طيب ايه الملفات اللي هو بيقبلها؟ تقريبا بيبقى كل الامتدادات. لما تيجي تبص هنا بتلاقي هنا هتلاقي كل الحاجات ديت، الدي دبليو جي والدي جي ان والار في تي والاف بي اكس وهكذا. وبيشتغل مع الاوتوكاد ومع الريفت ومع فيرجن 360 ومع القائمة ديت، وبيشتغل على البراوزر والويندوز والماك والكروم. وفي امكانية ان انت تعمل مارك اب، تحط بعض المعلومات يعني، وتقدر تقيس وتقدر تشيره مع الناس. عندنا ديسك فيور مجاني، عندنا الـ دبليو جي ترو فيو، وده تقدر تفتح الملفات وتشوفها، فات الـ دبليو جي والدي اكس اف. والميزة كمان اللي فيه ان انت لو انت عندك اصدار اوتوكاد مثلا 2010 وجالك حاجة 2020 تقدر تفتحه عادي وتروح من سيفه 2010. طيب عندنا اوتوكاد ويب اب، وده بيشتغل على البراوزر، تقدر تشوف وتعمل ايديت وكرييت كاد وكل حاجة اللي انت عايزها، اللي هو تلاقيه بالشكل دوت كأن عندك اوتوكاد اونلاين. عندنا نفس سوركس فريدم، ده نسخة من نسخ الاوتوكاد. احنا عندنا نسخة من نسخ نفس سوركس، عندنا نفس سوركس مانجر وسيموليتور، وعندنا الفريدم، وده مجاني تقدر تفتح الملفات النفس سوركس وتشوفها. هو بيشوف ال ان دبليو دي وبيشوف الدي دبليو اف. الاف بي اكس فيور بيقدر يشوف امتدادات كتير جدا، منهم الاف بي اكس والثري دي اس والاوبجكت. كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده حاجات مجانية. ومولد فلو موجود برضو، والديزاين ريفيو بيفتح الدي دبليو اف والدي دبليو جي والاي بي تي والاي ام والان دبليو دي. تقدر تفتح الملفات وتشوفهم وتطبع كل اللي انت عايزه. دي اهم البرامج الفري اللي تقدر تشوف بيها ملفات اللي انت بتشتغل بيها. ممكن كمدير مشروع مش محتاج تشتري نسخة اصلية للحاجة، لا ناس شغالة وانت ايه بتراجع عليها.